أصدرت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد المغربي لكرة القدم قرارا يقضي بإيقاف لاعب الرجاء البيضاوي محمود بن حليب لمباراتين مع غرامة مالية بلغت 2000 دولار. الاتحاد المغربي أوضح أن سبب الإيقاف هو سب الشاب محمود بن حليب لجماهير الوداد في مقطع فيديو تم تداوله سابقا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان يتهكم على الوداد الذي يعتبر غريما لفريق الرجاء. يذكر أن محمود قد أكد في السابق لبعض المنابر الإعلامية المغربية أنه لم يقصد الإساءة للفريق الأحمر وجمهوره، وذلك بعد أن سببت كلماته غضبا في صفوف جمهور الوداد الذي لم يتقبل الموضوع. يأتي رد الاتحاد المغربي بالعقوبة التي قد تعقد مهمة الرجاء هجوميا في ظل المشاكل التي يتخبط فيها. هذه النشرة متزالة متواصلة معكم من قناة بين سبورتس الإخبارية في قطر، وتشاهدون